معقول انت بتتركني عند الدلال بين الرجال وبترجع على البيت؟ لك انت ما شفتي يلي شفته انا يا دلال؟ ليش شو شفت؟ كان في اثنين عم يلحقونا من ساعة اللي فتنا على الحارة لساعة اللي فتنا لعند الدلال، وهيك نظراتهم لإلي ما كتير ريحتني. شو هالحكي؟ ومين هدول؟ معقول يكونوا قرايبين لأبو قاسم؟ طبعا معقول، لك هذا أبو قاسم عيلته كتير كبيرة، يعني هو وإخواته وولاد أمومته وولاد عمه بيطلعوا له شي 30-40 زلمة. لي على قامتي، شو كان بدك بهالقصة تضربه على راسه؟ لا يا دلال، شو هالحكي هاد؟ الزلمة علقان مع ابن عمي، وابن عمي عم يدافع عن عرضه وشرفه، شو بتركه لحاله؟ عيب. طب معقول يكون ما؟ شو بيعرفني ما أنا، هاد اللي مجنني، أنا تركته للزلمة ملحوش على الأرض ودمه حميمه. لي على قامتي. الله يستر. لك خلينا نفوت على البيت اليا، ما رح نستفاد شي من وقفتنا هون. انت ليش مستعجل؟ ليش مستعجل؟ لك ايه خلينا نفوت نطعمي هالطيور احسن من وقفتنا هون على الفاضي. وحياة عينك، عندي هي الطيرة من كل الكشة تبعك، بدك تروح روح، انا ناطر. يعني لساتك متأمل انه تطلع؟ هلا بتشوف، رح تطلع. ابن عمي قوم جيب لنا شي لقمة ناكلها، والله مت من الجوع. فوتي دوري بالمطبخ، بلكي بتلاقي شي نتزهرمه. ليش في شي بالمطبخ؟ لا كاسة ولا معلقة ولا صحن، البيت جاهز. شو بتريديني اعمل؟ شو تعمل؟ طلع على الحارة جيب لنا شي لقمة جاهزة ناكلها. دلال، يا ابتعدي على نصتك، يا اما نقومي نقبري على الحارة وجيبي انت شي شغلة ناكلها. بدك يعني انا اطلع اجيب اكل؟ لكن انا اطلع وشوف هدول الاثنين بخلط يو ابتلى فيهم. مين هدول؟ لك شبك دلال، شو نسيتي؟ هدول اللي كانوا عم يلحقونا لما وصلنا لعند الدلال. لا لا خلص، انا بقوم بجيب اكل. ايه قومي قومي قومي، الله يرضى عليكي، بسرعه لا تتعوي. لي على قامتي. يا وين وين يا حلو وين؟ بعد عن طريقي ولك. فهمان علي وفهمان عليك، ليش مطمطه؟ لك تفو، ما بتخاف على اخواتك البنات؟ ما عندك اخوة تخاف عليهم؟ لك ان شاء الله بيقبرني، لك ان شاء الله بيكفني انا. حيوان انت بقى، بلا شرف انت ويالك. وانت شو دخلها؟ روحوا انقلوا على حارتكم احسن ما رجعكم محمليد على الحارة. خليك بحالة. شبك لك نصوح؟ كنا عم نعرض المساعدة بس. بس انا ما طلبت منهم شيء. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ضربوا له لشوف. يلا ماشي نتواجه. شو اختي؟ ليش طالع على حالك انتي؟ طالع اجيب اكل الي ولجوزي اخي. طيب ما يطلع جوزك يجيب الاكل؟ والله تعبانة شوي. سلامته، شو بده الحكي؟ لا بيتحسن اخي، لا بيتحسن. ماشي اختي، شو بدكم تاكلوا؟ اي شيء ما بتفرق. طيب اختي انتي روحي على البيت والأكل بصير عنكم. كتر خيرك يا أخي، عم نعزبك. الله معك. العمل العمل، وما طلع لي هذا لصوص بتشديت هالمخلوقة. إيه ما شفتك كيف انتترت وعصبت؟ بعدين جوزها ما في شيء، شلون عم يقولوا مريض؟ إيه ما شفتها ما في البلا؟ معقولة جوزها واحد واطي وهو يلي هي وجوزها متفقين عليها؟ بس وحياة عينك لتجي تدق هذا الباب ورح شده وبتقول دياب قال. معقول لك دياب؟ شرفي يا أختي، هاي اللحمة المشوية صحة وهنا. قديش حقهم أخي؟ أختي بس يطيب جوزك يمرق لعندي على الدكان ويحاسبني. طيب هلأ أقول له لجوزي إذا احتجتي أي شيء امرقي لعندي على الدكان، أنا بخدمتك. يسلم إيديك يا أخي ويكتر خيرك. وخيرك، عاوزة شيء؟ سلامتك، يسلم إيديك. السلام عليكم. والله طيبين هاللحمة. كتر خيره هالابن الحلال، ما هان عليه إني روح عند اللحام، راح هو وصى عليهم وجابهم. ليش لك دلال؟ معنى هاين علي إنك تطلعي برات البيت؟ ولا هاين علي شي واحد هيك يعني بشي نظرة ابن حرام يتطلع فيكي؟ بس مجبور، قسما بالله مجبور. شوف ما في شي، ما في شي عندك. دبري حالك من عند اليوم دلال. شو
يا أهلين ويا سهلين. مريني أختي. أخي بلاقي عندك بريق مي، جوزي تشردق وما عندنا مي. آه أحلى بريق مي، أنا اللي عندي بريق مي، مو تكرم عيونك. لحظة بس، لحظة. ولك قلت لك، قلت لك رح تدق الباب، لكان بيت ما في بريق مي، هات أشوف. مظبوط كلامك. لك يا أهلين ويا سهلين، والله عرفانك جاي والله. خير بريق دوبريني خير. تعي لهون، لو ما بدك ياني بعد عني فلت ايدي ولاد، فلت ايدي. والله لاجيبك إذا بدي أشرب كل يوم إبريق. شو بنا دلال؟ شو بنا؟ كل بيوت الحارة ما عرفتي تلاقي عند حدا من بيناتهم دمعة مي؟ ابن عمي والله دقيت على الجيران ما حدا فتح. يلا ستي يلا الحمد لله تحسنت، الله قدر ولطف. شيلي لنا هالسفرة شيليها. المخلوقة رح بتحط لي علي بكفي، عم تطلع وتفوت وكأنها ما عندها رجال، وبنفس الوقت عم تستشرف علينا. هن حل من الاثنين ما في غيره. ويلي هن يا اما جوزها واحد واطي، يا عم له شي كاينة وجاي متخبي عنا بالحارة. كاينة؟ ولك شو بدك رح تجلطني؟ ايه كاينة، يا ساري، يا ناهب، يا قاتل. أنا المهم جيب المخلوقة لعندي وشدها، فاهم علي بقى؟ طيب شلون؟ رح أقول لك شلون، رح أقول لك شلون، والله جلطتني والله. لك خلصنا دلال، خلصنا مخرتي مخي. ها الامتى يعني هيك بدنا نضل هرباني؟ شغلت يومين ثلاثة بس لبين ما الاقي شي حدا ابعته على الحارة. بدي افهم وضعه لابو قاسم. شو بو مين ممكن يكون عم يدق الباب؟ ما بعرف، معقول يكون حدا من طرف ابو قاسم وعرف وين نحن؟ كل شي معقول. حطي على راسك وروحي شوفي من على الباب. يلا. انا؟ لك ايه انت دلال، شو بك انا رح اكون معك هون. يلا. نحن جماعة كراكون أختي. شو بتريد؟ واحد نفر جوزك، واحد نفر جوزك موجود؟ لا لا مو موجود، ما بيجي هلأ أخي. إيه ما تيجي أختي؟ بده يتأخر شوي والله. نحن في واحد مطلوب لازم يفتش بيت، يا بيروح حضرتكم معنا على الكراكون. الحمد لله بخير، رجعت نازل على الشكوى. ايه الحمد لله، هيك وهذا البيت ها؟